سكته. اتفضل. انتهي بيتك. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل. ارتاح، اقعد ارتاح، اقعد. اقعد. بقى اسمع ما اقول لك. انا كسر نافوخك لو تستخسر فيه الميه والنور والصابون وكعب في طلباته، فاهم؟ لو سمحت ابي افهم. ايه ده؟ بتستهبل حضرتك؟ ده سيدك وتاج راسك. ده اللي يبقى من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني انت العبد بتاعه. انا العبد بتاع ده؟ يلا بيها يا مسعود يا ابني. انا مفهمك كل شيء. ليه؟ ليه تحرجني يا ابني؟ يا راجل ايه يا استاذ؟ اتفضل ارتاح، اقعد، اقعد. فين جلابيتك يا عبد السلام؟ الجلابيه بتاعتي ليه؟ هيقعد عندك لحد اخر السنه الدراسيه. اخر السنه الدراسيه؟ اقوم ولا اقعد ولا اعمل ايه؟ البيت بيتك يا استاذ. اتفضل، فين اوضه النوم؟ اهي اهي اهي. اتفضل. بكره الصبح هكون عند الجماعه ولاد عمك. بالسلامه ان شاء الله. اتمسوا بالخير. وانت من اهله. عبد السلام. نعم. تنفذ له كل طلباته. ودي علشان لا تحوش عنه لا نور ولا ميه ولا صابون، فاهم؟ السلام عليكم. جاب موميا وحطها جوه. موميا؟ سرقها من المتحف. شوف الافتراء بتاع العالم يا جدع. واداني 5 جنيه عشان ما اجيبش السيره لحد. ايه يا بني ادم ايه؟ اللي جوه ده باشاند افندي. باشاند افندي مين؟ المدرس بتاعنا بتاع زمان. باشاندي. اللي كان مقرر علينا في ثانيه ابتدائي. الحمد لله. افتكرته؟ لا ما افتكرتوش، ما كانش علينا حد بقى بالاسم ده ولا بالشكل الفظيع ده. خلونا نام الله يخرب بيكم. معلش يا باشاند افندي معلش. ايه يا عبد السلام؟ ما تزعلش الراجل، يروح يقول لمسعود يقلب الدنيا. لا طز فيكم كلكم بقى، انا ما يهمنيش اي حد، انا ما اخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز تبقى يعني معاك؟ لا يا عم انا هنزل ابات بره البيت، سلام عليكم. انا عاوز اقول لك حاجه يا ديانا، بس خايف تاخديها على اني ما بحبكيش. قول يا مسعود، احنا بنخاب بعض. عاوزك بقى تكلمي ليلى بنت عمي وتقولي لها ان مسعود بيحبك ولازم تتجوزيه، يبقى لك ثواب يا ديانا ويا بخت من وفق راسين في الحلال. ليه؟ هو انت مش متجوز؟ وايه يعني؟ ابويا كان متجوز 3 وجدي كان متجوز 9، هما كانوا يعني اجدع مني. هلو احمد، ما جبتش مرتك معاك ليه؟ اصلها بتنام بدري زي الفراخ. بكره هتسهرك للصبح. حكي بالدواء اللي اديتهولك له مفعول اكيد. اسال مجرب ولا تسال طبيب. احمد ترقص؟ تعالى. استاذنك ارقص. اتفضل انا راجل سبور. يلا. ديانا. ايوه احمد. احنا اصحاب مش كده؟ طبعا. انا بحب ليلى. ومش متاكد انها بتحبني. انت ممكن تتاكدي. بتضحكي على ايه؟ تقصد تقولي يعني ان انا الفت نظري عليك؟ بالظبط. تقولي لها يا المأذون يا الحنوتي. يا ده انت باين عليك دايب قوي. قوي 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 قوي. عبد. نعم نعم نعم. تعالى. هو ده؟ لا مش ده. هو دي صاحبك؟ لا ده عبد السلام صاحب احمد ابو العز. اهلا اهلا. هلو. صباح الخير. زيك مدام ابو العز. في عرضك. اكفى على الخبر مجور. مجور؟ مجور اجين. ايه الاخبار؟ باشاند افندي مبسوط ولا لا؟ النور والع طول الليل. سبت له 3 حتة صابون عشان يستحمى بيهم، واتنين يغسل بيهم وشه، و5 عشان يغسل بيهم هدومه. ايوه كده. عشان نفضل حبايب يا عبد السلام. ما احنا حبايب، واحنا نفضل طول عمرنا حبايب. عن اذنكم. استنى، انا هيجي معاك. ازيك مدام ابو العز؟ ارجوكي مسعود يسمعك يفهم يقطعني حتت. ما تخافش يا حبيبي،
احنا فاهمين اللعبه سوا سوا، بس انت شقي. انا شقي وانا شقي. رايح فين؟ تعالى اوصلك. يا ريت بحضرة النظر لما هشوفك معايا هيحترمني قوي. يلا. مش ممكن، انت عارف حماده هيجي من المدرسه ما يلاقينيش. يا ستي هنرجع قبل ما يجي حماده. عشان خاطري يا ليا، قومي قومي البيتي فسخه دي مش هتكون خلوه من دونك. مش ممكن، قومي بليز بليز شيري. كويس؟ انت مبسوطه مني يا مسوده؟ يا دي انا مش وقته، احنا في بيت العيله. اوعي انت ايدك كده بقى، ما تخافيش. انا حاسس، انا حاسوق، انا حاسوق. انت سيء فيها. وتسكتي مصر كمان، الله يهدك. ايه رايك هاخد اجازه عرض النهارده عشان هوريكي حاجه حلوه قوي. عرض يعني ايه؟ عرض يعني عرض يعني لما يا عرض. ربنا يستر وما يكونش ضيوف. اوه عشان تفلي. ايه اللي جابك؟ علشان الدرس. حماده راح المدرسه. المدرسه؟ ايوه. طيب اقعد معاكم شويه. بس احنا خارجين. خارجين؟ يعني هتسيبوني لوحدي؟ ليلى هانم تقعد معايا، حاكم انا راجل كبير واخاف اقعد لوحدي. وتقعد ليه يا اخي؟ عشان استنى حماده. انا ما اقدرش اطلع السلم ده تاني. طب يجي معانا ام محمد مش جايه النهارده. والله فكره. راجل بركه ويبكى حتى فسخت الرحله. قوم 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 يلا قوم. طيب يا ابني يا ابني اديني فرصه اخد نفسي. اعملي لي قهوه ساده يا بنتي. يا ابني ده انا طالع 33 سلمه. يبقى صلح السلم يا ولد يا مسعود. في سلمه مكسوره وانا راجل على قد حالي كنت هقع فيها. قهوه ساده يا بنتي. ايه ايه بقى؟ مالك؟ ها؟ مالك حبيبي؟ انت عيان؟ ايوه عيان. انا معقد. عايز اوريك العقد اللي جوايا. هتلاقيها بقك بقك بقك، كل بوجه قد كده اهو. ايه دي بقك بقك؟ لو فتحت قلبي هتلاقي الكبت اللي فيا كتل كتل، كله كتل قد كده. ايوه. وساكت على نفسك ليه حبيبي؟ مش لاقي حد يعالجني غيرك انت يا مريم. مسكين حبيبي. خففيني يا مريم، خففيني. I like you very much. Yes. أنا كمان very much is because I am the tree. ما تجيبي بوسة بقى. Not yet. What? هروح مشوار صغنن وهرجع بعد نص ساعة. استنيني هنا. بومبا؟ نو بومبا. نو بومبا. اوعى تاخري. ما تاخريش يا مريا. الله يا راحت فين؟ اهي. انت كنت فين يا مار؟ اهي خليته على مهلك. حاسبوا عليه ده راجل عجوز كباره. بقول ايه؟ ادخل انت، انا عارف الطريق. امسك نفسك يا عم بشنج. ايوه امسك. ايه لا تعالي يا جماعه ما تزعلوش من بعض. سيبي ايدك، سيبي تعالي مكانك. شعري شعري كله وشك حته.